بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم يمكن على 3 موضوعات. أول واحد فيهم هو وأصعب واحد فيهم الحقيقة diffuse lung disease. كل الناس دايما أول ما تيجي تقرأ الشابتر ده في الكتاب بيجي لها ابتئاس كده نفسي من كتر الليجنز اللي فيه ومن كتر ما هم كلهم شبه بعض. في طريقة كده إن شاء الله يعني تكون سهلة. زي ما قسمنا الفوكال لانج ليجنز هنقسم الديفيوز لانج ديزيز إلى 4 شوارع رئيسية زي ما عملنا بالظبط في الفوكال لانج ليجنز. أيام زمان كان الديفيوز لانج ديزيز بيتقسم إلى شارعين كبار اللي هو انترستيشال لانج والفيولار لانج ديزيز. زي ما احنا اتفقنا في الاول خالص انك انت عشان تقرا الشيست بالذات اللانج بارينكيمال ليجنز لازم تكون مفرق الاول انت هتمشي في انهي سكه. هل انت you are dealing with a focal lung lesion وبالتالي تمشي في سكه امبارح كده اللي هي النوديولز والماسز والباتشز والكابيتز، او انت هتمشي في سكه الديفيوز لانج ديزيز فهتمشي في السكه بتاعت النهارده اللي هم برضو 4 حاجات زي الحاجات التانية. ده كان اكزامبل الاولاني ده لديفيوز لانج ديزيز وفوكال لانج ديزيز. الفوكال زي ما احنا اتفقنا از ليجن او مالتيبل ليجنز لكن في حتت في اللانج سليمه. الديفيوز لانج ديزيز بيبقى تقريبا معظم اللانجز على الناحيتين ار افكتد باي باثولوجي. ده بالسي تي اللي هو تلاقي اكتر من ليجن لكن still the rest of the lung is clear. هنا you see both lung fields are affected by pathology. ال4 شوارع اللي احنا عاوزين نمشي فيهم النهارده وهم مش في سهولة الشوارع بتاعة الفوكال لانج ليجن اللي هم دول. الناس قسمت ال appearances ديت إلى 4 حاجات. الحاجة الأولانية اسمها reticular pattern يعني في خطوط كتيرة جدا جوه اللانج خطوط، والتاني اسمه ground glass pattern يعني غباشة أو بقع جوه اللانج، والتاني اسمه nodular pattern وده مختلف عن النوديولز بتاعت الفوكال في إن النوديولز هنا كتير جدا وصغيرة جدا اللي هما بيسموها ميليان، وسيستيك باترن وده برضو مختلف عن الترمينولوجي بتاع السيستس اللي احنا اتكلمنا عليها في الفوكال لأن السيستس اللي هنا مليانة هواء. وانتوا فاكرين ان اللي كان مليان هواء في الفوكال كان اسمه كافيتي، لكن هنا في الديفيوز لانج ديزيز في كميه سيستس كتيره جدا كلها مليانه هواء. وطبعا عشان انا عارف ان انت ممكن كنت تشاغب معايا في الفوكال لكن مش هتعرف تشاغب معايا هنا، يعني بمعنى ان انا قلت لك قول لي كمان باترن 5 على دول انت مش هتعرف وانا مش هعرف، يعني ديت مش حاجه ما هياش مفتوحه للدسكشن لان الحاجات كتيره جدا جدا والباترنز كلها راكبه على بعضها. فدول اكتر 4 عرفت الناس يسلكوهم من بعض، ومع ذلك واحنا ماشيين في البتاع في الكلام هتلاقي ان احنا مش عارفين نسلكهم من بعض قوي ماشي. فيبقى احنا كل اللي مطلوب مننا انا حاطط لك 4 اكزامبلز عشان تتفرج عليهم وتلزق الصور دي في دماغك عشان هو ده اللي احنا هنشتغل عليه بعد كده. فالصورة اللي انت شايفها هنا دي هو ده منظر السيستيك ليجنز اللي هم عبارة عن كور كتيرة جدا في اللانج مليانة هواء، والصورة ديت هو المليان نقط صغيرة جدا 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 distributed throughout the lung field، واللي انت شايفه ده هو الغباشة اللي هو اللي بيسموها الإزاز المصنفر أو ground glass appearance، واللي هنا ده يمثل الخطوط. وانا عارف ان انت كل شويه هتقعد بقى تقول لي بس ده مش خطوط ده مش عارف ايه وده ايه وراكب على ايه. انا هسيبك تقول كل اللي في نفسك وهقول لك تعمل ايه علشان تخرج من هذه الايه المشاكل كلها. يبقى احنا خلاص عرفنا ان احنا عندنا 4 سكك هنمشي في السكك ديت واحده ورا الثانيه. الصوره اللي تحت بتوري لك اللانج العاديه اللي هي the clear lung field. الصورة اللي فوق بتوري لك يعني ايه غباشة في اللانج اللي هو the ground glass appearance. الـ ground glass appearance
ما هواش باثوجنومونيك لحاجه. يعني لما تعرف، لما تشوفه في الشيست تقول في جراوند جلاس ابيرنس وتقول مالوش ديزيز، لان الجراوند جلاس ده بعد شويه لو انت استنيت على المريض، وغالبا انت هتستنى لان مالوش علاج، هيقلب، هيبقى يا اما انترستيشن يعني يا اما يبقى خطوط، يا اما يبقى بقع يعني بطش يعني باتشز. خلاص، الخطوط اسمها انترستيشن لانج ديزيز يعني، او بعض الناس بتسميها ريتيكولار لانج ديزيز، والبقع الناس بيسموها الفيولار لانج ديزيز يعني حاجات نزلت في الالفيولاي. فاكرين الكونسلتيشن بتاع المره اللي فاتت، شلت الهواء وحطيت بدل كل الحاجات دي بقى، والديسكاس دلوقتي في هذا الايه، في هذا الموضوع. يبقى دوت الايه، السيستيك باترن اللي انت هتحتفظ بيه في دماغك، وده هوت المليري باترن اللي انت ايه برضو هتحتفظ بيه في دماغك. هتيجي بقى يا سلام، عاوزين شاي؟ طيب ايوه، شكرا جزيلا. طيب اللي عاوز حاجة يا جماعة يلا فيل فري. فاكر انت بقى المرة اللي فاتت لما اتكلمنا على الهاي ريزوليوشن سي تي، وقلت لك ان الهاي ريزوليوشن سي تي هو في السيتيات القديمة كنت تحط حاجة على السوفت وير وتزود الكيلو فولت وتملي امبير وتحط فلترز وحاجات زي كده عشان تطلع صورة هاي ريزوليوشن. يعني ايه هاي ريزوليوشن؟ هو الفرق ما بين الصورة دي والصورة دي، دي الهاي ريزوليوشن وده اللي مش هاي ريزوليوشن. انك انت هنا هو تسي الكافيتي كويس، يسي البرونكيكسز كويس، يو كان سي ذا فيشر ان بتوين ذا لونج لوبس. اتعشى من الاناتومي يكون لسه شابك في دماغه، هو ملوش قيمة دلوقتي لان كل الدنيا متلحوسة، لكن طول ما انت شغال في الشيست راجع الاناتومي مع نفسك، الليجن ده موجود فين، انهي سيجمنت بتاعه، عشان ما تنساش الايه، ما تنساش القضيه دي. طيب كل الشغل بتاعنا هاي ريزوليوشن ديفيوز لانج ديزيز. لو انت فاكر قلت لك وانت بتعمل سي تي مش محتاج صبغه ومحتاج هاي ريزوليوشن سي تي علشان تعرف انك انت تشخص. نيجي بقى ندخل في السكه الاولانيه. انا قلت لك كل سكة فيها شوارع صغيرة أو حواري، هنا بقى الحواري بالخبل، يعني مش ستة ولا ثلاثة ولا اتنين ولا زي ما انت شفت كده بالهبل، بس ليها طريقة، من كل حاجة في الدنيا ليها طريقة. فأنت الأول بتتكلم على diffuse lung disease، هنمسك الأولاني اللي هو the reticular pattern. يعني إيه reticular pattern؟ يعني لما تعمل اكس راي أو تعمل سي تي تلاقي خطوط 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 كتيرة جدا في اللنج. خلاص؟ طيب أي واحد باصص على السي تي اللي أنت شايفه ده مقتنع إن هنا خطوط خطوط ولا حاجة تانية؟ ما تضحكش على نفسك، مهم جدا علشان أصل دي موضوع ملوش حل، فأنت قول اللي أنت شايفه بالظبط، ما تقولش اللي أنا عاوزه، مالكش دعوة بيا، أنت قول اللي أنت شايفه بالظبط عشان أنا أقول لك تتصرف إزاي. خطوط متشابكة. هل في هنا بطش؟ طيب في سيستس مليانة هواء؟ أنا عمري ما شفت ناس مسالمين زيكم كده. يعني أنا مثلا في مرة واحد قال لي ده فيها خطوط وبطش وسيس ونوديولز مثلا كلهم مع بعض. طيب الحقيقة المجردة إنك أنت ولا مرة هتعمل سي تي أو إكس راي وهتلاقي باترن لوحده. يعني إيه؟ يعني مش هتلاقي الدنيا كلها مجردة خطوط أو بطش بس أو نوديولز بس أو سيس بس، هتلاقي حبة على بعض. ليه؟ لأن الديزيز ما بيمشيش في اللانج بالمسطرة، هو بيأفكت كل اللانج أركيتكتشر، لكن ليه بريدوميننس، يعني الـ الـ الـ
العلان الفلاني ده بيأفكت mainly the interstitium، والعلان العلاني ده بيأفكت mainly the alveoli وهكذا. يبقى انت هتلاقي ميكشر. طيب تعمل ايه بقى لما تلاقي ميكشر؟ تشوف مين الاغلب على الصورة، يعني ها الاغلب على الصورة الخطوط يبقى reticular، الاغلب على الصورة البطش يبقى alveolar، الاغلب على الصورة nodules وفي كام خط كده تايهين في النص يبقى nodular وهكذا. خلاص. طيب لو انت بصيت على السي تي او الاكس راي ولقيت ان في خطوط، فانت عندك 11 واحد من البوسيبيلتيز، هما مش 11 بس، دولت اللي احنا عرفنا ننظفهم من من ال 300 اللي بيكتبوهم في كتب البطن. خلاص. وبعد شويه انا هختصرهم، لان هم مثلا الاربع نمونيات الاولانيين ما لهمش اي قيمه، لانك انت لما تيجي تشخص مش مطلوب منك تعرف اذا كان دي ديسكواميتيف ولا يوجوال ولا انترستيشال يعني ولا انهي واحده من دول. فانت عندك اربعه تايبس اوف نمونياس ممكن يبقوا انترستيشال، الاولاني اللي هو ذا يوجوال، والثاني ديسكواميتيف واكيوت ونون سبيسيفيك. مش مهم كل الكلام ده، لانك انت لما تبص على الاكس راي والسي تي مش هيكون في امكانك غير انك انت تقول ان ذيس از انترستيشال نمونيا، مش هتقول اكتر من كده، ولا هتعرف هي يوجوال ولا ديسكواميتيف ولا اكيوت ولا نون سبيسيفيك. طيب ماشي. يعني بعد كده انترستيشال ايديما، والانترستيشال ايديما ديت بتاعت الليفت فنتريكولار فيلير، اللي هو في الاكس راي تلاقي بي كيرلس لاين وي كيرلس لاين والليفت فنتريكل دايليتد والهايلر شادوز انلارجد والابر لوب فيسلز ديستندد، دوت اسمه انترستيشال لانج ايديما. وبعدين الفايبروزس، ودوت اشهر واحد على الاطلاق، يعني لما ما تعرفش تشخص نمونيا ولا إديما ولا كولاجين ولا راديشن ولا سركويد ولا لينفانجايتس يبقى فايبروزس. ماشي. ما تشغلش بالك بكل المسميات اللي انا قلت لك عليها، في الاخر خالص هوصلك الى القضيه ببساطه. طيب لو عيان عنده كولاجين ديزيز، يعني عنده روماتويد او عنده سيستميك لوبس او عنده بولي ارترايتس نودوزا، ممكن يجي له انترستيشال لانج ديزيز ويبقى ده تبع الكولاجين. لو العيان بياخد انواع معينه من الدراجز ممكن يجي له انترستيشال لانج ديزيز، او خد الراديشن على اللانج كلها ممكن يجي له انترستيشال لانج ديزيز. طيب انت باصص على الشيست دوت، سيبك من السي تي، ايه رايك؟ لا انتوا ممتازين يعني، او مسالمين بمعنى اصح، يعني محدش عاوز يعمل مشاكل في الصباح الباكر. طيب ده خطوط صح؟ شيست اكس راي ده فيه خطوط، ما عندناش منازع فيها صح؟ ريتيكيولار نوديولار. فين الموديولز بتاع بقى لينا؟ طيب ماشي. احنا طيب مين الاغلب على الصوره؟ بس خلاص. طيب يعني جايز يكون في نوديولز، يعني لو انا تجولت كده اقول لك بص ادي نوديول اهي، وادي واحده اهي، وادي واحده اهي، لكن كل الباقي دوت عباره عن ايه؟ خطوط. يبقى احنا دلوقتي عندنا انترستيشال لانج ديزيز، ازاي تطلع النمونيا من وسط الهليله اللي انا قلت لك عليها؟ by the clinical history and by the distribution of the lesion. الهيستوري بتاع العيان ده ان هو عندها 50 سنه وبتكح وعندها فيفر، يعني معناها كده ان عندها انفكشن. عليكم السلام، اهلا وسهلا. عليكم السلام، اهلا بكم. نعم. طيب شايف كده كويس؟ عارف بقى القواعد اللي انا كنت عمال اطلق فيها امبارح واقول لك معرفش ايه هو كذا وايه هو كذا، هنطلق بقى شويه قواعد النهارده، بس ايه ما تمسكش فيها جامد قوي لانها ما زالت تحت الاختبار. القاعده الاولانيه بتقول ان النمونيا از بريفرال ليجن، النمونيا از بريفرال ليجن، يعني الليجنز كلها تحت البلورا، ما هياش متوسطانه في وسط اللنج، على عكس الايديما. الإديمة بتبقى كلها سنترال أكتر منها بريفر، ده الألفيولر زي ما هنتكلم بعد كده.
فدايما تفتكر معايا ان النمونيات كلها ليها بريفرال ديستريبيوشن، فلما تبص على الشيست ده هتقول بس ان في خطوط خلاص. وبعدين افرض واحد اختلف معاك قال لك دي مش خطوط دي بطش، انه اوكي بيننا وبينك السي تي، لان في حاجات كتيره جدا في الشيست اكس راي مش هتعرف توصل لها الحل، فيبقى ده نيكست ستيب بالنسبه لك هو السي تي. زي في اي حته في الشيست بعد البلين اكس راي لازم يكون في ايه سي تي، فتروح عامل سي تي فتقول له ايه رايك بقى في السي تي، في خطوط ولا بطش؟ هيقول لك خطوط وبطش، ما هو في شغل خلاص، هيقول لك خطوط وبطش. طيب هتقول له ايه الاغلب على الصوره؟ الخطوط خلاص، دي اهم حاجه انك تكون مقتنع بكده ان الخطوط هي الاغلب على الصوره. طبعا النمونيا ليها انترستيشال تايب وليها الفيولار تايب وليها ميكس تايب وليها مش عارف برونكو نمونيا وحاجات زي كده. يبقى انت متوقع في النمونيات انك هتلاقي الفيولار ديزيز وانترستيشال ديزيز في معظم الاحيان، لكن عشان تفرق ما بين الالفيولار نمونيا بتاعت امبارح والانترستيشال نمونيا بتاعت النهارده هتبقى محتاج تغلب اللي موجود على الصوره اللي هو الخطوط. يبقى اذا العيان ده عنده بريفرال ليجن مينلي انترستيشال او ريتيكولار وفي شويه بقع خفيفه، and this represents an interstitial pneumonia based على الكلينيكال بتاع الايه بتاع العيان. طيب انت لقيت reticular lung lesions وقلت ان ده interstitial lung disease وعاوز توصفه، يعني عاوز تكتب في الامتحان او تكتب في التقرير او اي حاجه وتقول، ما تبصش للفيلم، ان كل اللي انت طالبه ان انا طالبه منك انك انت تعرف الاول وتتاكد ان هو interstitial خلاص، وبعدين اكتب الكلام اللي انا احفظه صم وقوله هيطلع صح، لان كل الانترستيشال ديزيز بيعمل نفس الطريق خلاص. ايه هم بقى؟ اول واحد فيهم، بس طبعا كل ما تكتب حاجه او تقول حاجه لازم تبقى عارف معناها عشان ما تعملش فضيحه في الامتحان. طيب بيري برونكيال كافينج، يعني ايه بيري برونكيال كافينج؟ مكتوب جنبها ماشي. طيب يعني thickening of the bronchial wall and usually you don't see the bronchial wall and you see بس ال air اللي جوه البرونكات، لكن once you see the bronchial wall يبقى thickened. أول ما يبقى thickened يبقى اسمه peri bronchial cuffing. ليه؟ لأن اللنج مليانة fibrotic bands أو strands وكده، فبتلف حوالين البرونكاي تعمل نفس الحكاية. كويس. septal lines، إيه هي septal lines؟ اللي هي نعم نعم ده بيري برونكيال كافينج زي كده، ان يو سي ذا برونكيال وول، هنا مثلا يو سي ذا برونكيال الابيض، ما انا جاي لهم ماشي. طيب سيبتال لاينز يعني ايه؟ يعني الـ ما بين كل لوبيول ولوبيول في انترستيشال سبيس او انترستيشال سيبتي. السيبتال لاينز السيبتم ده بيبقى ثيكن، فبيعمل عباره عن خط صغير بيربنديكولار تو ذا سيرفيس اوف ذا بلور. فلو انت عاوز تطلع 1000 خط من دولت ممكن، خطوط صغيره جدا 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 بيربنديكولار تو ذا بلورال سيرفيس. تالت واحد فيهم اسمه هاني كومبينج. هاني كومبينج يعني ايه؟ عش النحل. فين عش النحل هنا في الصورتين دول؟ هناك. كويس قوي. نعم. هنا ده شايف انت كل المناظر دهيت، هو ده الهاني كومبنج اللي احنا بنقول عليه. طب ما حد هيقول لك بقى ما دولت سيست اهيت مليانه هوا، ليه انا ما قلتش على دوت سيستيك باتر؟ وعاوز انت تقول لي ان هو تبع الانترستيشن صح؟ مش انا دلوقتي وكل ده تبع الانترستيشن، يعني انت بصيت كده على الفيلم لقيت خطوط خطوط، رحت رامي الفيلم كده وقعدت تكتب بقى بيرك مونكر كافينج سيبتر لاينز مش عارف هوني كوم نور دوت. ايه هي الهاني كومينج؟ هي عباره عن اير ترابد في ما بين الليجنز وبعضها. يختلف ايه ده عن السيستيك لانج ليجنز؟ تعال شوف السيستيك لانج ليجنز ايه الفرق ما بين السيس ديت كلها واللي هناك؟ كويس ممتاز. الوول والبارينكما نفسها، وايه كمان؟
يعني يبقى اذا الوول تخين في الهاني كومبي، اللانج بقيه اللانج ما بين السيس بايظه لان فيها انترستيشال ديزيز، صح كده؟ كمان السيست اللي موجوده في السيستك لانج ليجن وثرو اوت ذا لانج، لكن الهاني كوم ده دايما ما بتلاقوهوش في كل اللانج، بتلاقيه في حته معينه. And the cysts are small. بتاعت الهاني كوم the cysts are small. خلاص؟ طيب. بعد كده من الفايبروزس هيشد على جدار البرونكس فهيروح عامل لها تراكشن برونكيتس. يبقى انت اول ما تقول انترستيشن لانج ديزيز تروح عامل كده وتكتب بقى بيري برونكيال كافينج سيبتال لاينز ومش عارف ايه وهاني كومبينج وتراكشن برونكيتس. بس قبل ما تمشي البتاع تبص كده في تراكشن برونكيتس فعلا ولا انت بتفننها، صح؟ لان ممكن ديت يكون فيه وممكن ما يكونش فيه. تمام؟ نعم؟ ليه؟ البلاد فيسلز مالها؟ ما بين الفيسل وما بين البرونكس يعني قصدك، ولا ما بين الفيسل؟ ما بين السبتم. اوكي بص، يعني احنا اتفقنا ان السبتم لاينز كلها عباره عن سب بلورال لاينز صغيره جدا جدا بربنديكولار تو ذا بلورا، لكن الفيسلز بتبقى جوه اللنج. وبعدين لما يحصل بقى فايبروزس حوالين الفيسلز بيديني المنظر دوت اللي هو اسمه spider appearance of the interlobular vessels. spider appearance يعني اي vessel وحواليه شوية fibrosis هيبقى عامل زي ال spider، ممكن ده وممكن ده وممكن ده مثلا. and you may say that في الايه في التقريب. وكذلك ال interlobar fissures ممكن تبقى تخينة، دي بنشوفها في الكلين اكس راي وبطرها في السي تي. اما بقى subpleural lines فديت حاجة pathognomonic للانترستيشال فايبروزس ان ذا ايرلي ستيج، يعني لو انت بصيت على الشيست ولقيت المنظر ده تعرف ان العيان ده جاي له انترستيشال فايبروزس. ايه هو المنظر ده؟ اللي هو سب بلورال لاينز بارلل تو ذا بلورا، مش بيربنديكولار تو ذا بلورا لكن خط موازي تو ذا بلورا سيرفس، دوت اسمه سب بلورال لاين. وطبعا الجراوند جلاس ده ما بين الحتت اللي هي infiltrated by the lesions هتلاقي غبشات كتيره جدا in the lung parenchyma، فيبقى هي دي كل الصوره على بعضها. يبقى interstitial lung disease بيعمل حوالي سبع حاجات. اول حاجه فيهم اللي هي الايه؟ peribronchial cuffing، بعدين septal lines، بعدين honeycombi، وبعدين traction bronchiectasis، بعدين spider appearance of the blood vessels، وبعدين sub thickening of the interlobar fissure، وبعدين subpleural lines ديت هتشوفها in the early stages of interstitial fibrosis، وبعدين اخر حاجه the ground glass density. طيب انت بصيت على الفيلم دوت كده وبعدين حد سأل ايه اللي انت شايفه؟ ها؟ قول واحد من أربعة، يا إما ريتيكولار يا إما باتشي الفيولر يعني يا إما نوبيولر يا إما كله مع بعض، تختار إيه؟ كله مع بعض. ده في البلين إكس راي ولا في السي تي؟ كمان؟ طب خليك في السي تي الاول، اعتبر ان انت مش شايف الشيس، مش شايف خليك في البلين. في البلين اكس راي شايف ايه؟ يعني في البلين شايف ريتيكولر وفي السي تي مش شايف ريتيكولر، تيجي ازاي دي؟ طيب يعني انت في البلين اكس راي تقول في ريتيكولر وجايز تقول في باتشي، وبس سبيشال على الرايت لونج بيس. لما تعمل سي تي هتلاقي ان معظم الحاجات هنا هوت عباره عن ريتيكولار اوباسيتس. طيب فيهم السبعه اللي احنا قلناهم نشوف، قول. فين؟ شمال ولا يمين؟ رايت لور، صح. في بيري برونكيال ثيكنينج اهو، شايف البرونكاس ديت فيها ثيكنينج. طيب في ايه تاني؟ سيبتر لاينز.
كل خط صغير تحت البلورة is considered septal line. كل النعكاشة اللي هنا دي كلها دي septal lines. ترانكشن برونكيكسز على الأقل هنا ده باين مش بطال. وإيه كمان؟ إيه؟ هاني كومبينج مش واضح هنا الحقيقة. هنا؟ 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 يعني ماشي الحتة دي بس. طيب وإيه كمان؟ spider appearance of the vessels موجود. طيب مش باين شوية. بعدين subpleural barrel lines مش هتعرف تشوفها إلا في الايرلي ستيجز. وبعدين ground glass veining أي حتة من دول تنفع يكون فيها ground glass vein. نعم أرجع تاني؟ أوكي. اوكي طيب ادي بلينكس ري اي بي ولاتر ايه رايك انت وكل الاول ده ديفيوز لونج ديزيز عشان بس ايه نفتكر بعد كده هل هو خطوط ولا بطش ولا سيستس ولا نوديولز خلاص فيها كل حاجه مين الغالب على الصوره كلكم موافقين ما تقول غيداء ولا لا ناس معترضين ريتيكولر اكتر ولا نوديولر اكتر طيب اي حاجه يعني انت بتحاول في البلينكس ري اول ما تغلب يبقى تروح على طول على الايه على السي تي هو اللي هيقول لك انت شايف فعلا اذا كان دوت كده ولا لا لقيت الدنيا ضلمه كده هو دي اسمها اند ستيج لانج اللي هي لانج مدمره من جميع الجهات فيبقى انت دلوقتي بتتعامل مع مفيش نوديولز هنا لكن بتتعامل مع ريتيكيليشنز وفي الحته دي بالذات هاني كومبينج وكل اللي انت شايفه دوت بقى في بقيه الايه المانيفستيشنز الثانيه اند ذس از ذا كلاسيك ابييرنس اوف هاني كومبينج في الحتت دي يعني شايف الحته دي مثلا والحته دي ان يو سي ذا تراكشن برونكيكتس اهم هنا وهنا وهنا برضو في الحته دي كل دولت ار كومبوننتس بالايه الانترستيشال لانج ديزيز طيب دي عيانه عندها 78 سنه ودايابيتك وهايبرتنسيف وجت بريزنتد لينا بسيفير ديسنيا والناس اللي بيعالجوها حاسين ان هي عندها بالمونري امبوليز وبيدوا لها انتي كواجولانت فطلبوا لها سي تي انجيوجرافي اللي هو ازاي كده ده المين بالمونري ارتري وده الليفت مين برانش رايت مين برانش اورتا سيفير فينا كيفا ديسندنج اورتا اند ذير از نو ايفيدنس اوف بالمونري امبوليزم هنا اهوت وكذلك في الصور ديت حتى في البرانشات اللي رايحه بريفيرال ما كانش فيها بالمونري امبوليزم لكن اللنج نفسها فيها خطوط صح كده لان دي خطوط هي الانترستيشال لنج ديما بتاعه الليفت فنتريكولار فيل احنا طبعا في الكلينيكال براكتس العاديه ما بنعملش خالص للعيانين دولت سي تي لكن احنا مش عاملين ليها سي تي لان هي عندها انترستيشال ايديما هما بيدوروا على بالمونري امبوليزم لكن دي فرصه انك انت تشوف منظر الانترستيشال ايديما في السي تي بيكون عامل ازاي بس انت عارف كويس قوي ان الانترستيشال ايديما بتتشخص عادي جدا في البلين اكس راي بالفايندنجز اللي احنا قلنا عليه اللي هو ان الليفت فنتريكل كبير ان الهايلم هيزي وانلارجد ان الابر لوب فيسلز ار ديستندد ان في بي كيربز لاين اللي هو السيبتال لاينز ات ذا بلورا وان في اي كيربز لاين اللي هم اطول شويه عند الهايلاند وان الانتر لوبر فيشرز بيكونوا ثيكند ولو كان العيان عنده فيجن بيكون عنده على الناحيه اليمين ولو كان بايلاترال بيكون اليمين اكتر من الشمال كل ده معروف بالنسبه لكم اي هوب صح ولا ايه؟ طيب ما تضحكش تيجي بقى بمعنى دلوقتي اتكلمنا على الانترستيشال فايبروزس واتكلمنا على الانترستيشال ايديما واتكلمنا على الانترستيشال نمونيا عندنا بقى تو ليجنز بيكون فيهم انترستيشال ديزيز ويكون معاهم ليمف نودز
اللي هم الساركويد والليمفانجايتس كارسينوماتوز. اولا عشان تبص على الليمف نودز في البلين اكس راي فانت لازم يكون في لاترال فيو، لان الهايلم لما تكون كبيره كده في احتمال تكون فاسكولار وفي احتمال تكون نودل. لو انت عملت لاترال والايد كده يبقى فاسكولار، لو عملت لاترال والايد ماس او اوباستي سوبر امبوزد على الهايلم يبقى دوت ايه ليمف نودز. وجود الليمف نودز بالبايلاترال وسيمتريك وحاجات زي كده، او زي ما هنتكلم في الميديستاينم بكره ان شاء الله، الليمف نودز في الميديستاينم اشهر حاجتين على الاطلاق الساركويد والليمفوما. في حاجات تانية كتير لكن دولت اشهر حاجتين. الساركويد والليمفوما هما الاتنين بيعملوا نودز، والنودز بتبقى هوموجينس ما فيهاش بريك داون، ما فيهاش تقريبا جالسيوم، جايز الساركويد يكون فيه شويه. لكن one of the differentiating points ان الليمفوما ما بتعملش في الغالب بارينكيمال لانج ليجنز، لكن الساركويد بيعمل بارينكيمال لانج ليجنز. فانا زي ما انت عارف ان الساركويد في منه كذا نوع، في نوع بيعمل ليمف نودز بس، وفي نوع تاني بيكون معاه انترستيشال لانج ديزيز، وفي نوع تاني اسمه الفيولر ساركويد، يعني بيعمل بطش زي النمونيا بالظبط وما يكونش معاه ليمف نودز. يعني دولت هما الثلاثة باترنز اللي احنا عارفين. فلما انت بصص على الشيست اللي هناك ده هو هتقدر تقول على طول دوت ايه يا جماعة، انت عندك اربع كاتيجوريز اختار واحدة منهم او اللي عندك. نعم؟ ايه؟ مكتوبة ايه؟ انا بضللك مش بقول لك الحقيقة، انا بضللك. هي التايب 1 ولا هو كان النص فايرس الكتب يقولوا ثلاثة تايبس. كويس. هو التايب الاول من اليورو، الثاني من اليورو بالموري، والثالث من البالموري بس. في واحدين يقولوا اربعه، فهذا هو ده عيب المذاكره بقى اللي هي بتاعت الامتحانات، انك انت بتلبش دماغك بحاجات. بس الساركويد يا جماعه ثلاث انواع: نودل تايب من غير بالمونري برينكيمال ريجنز، نودل وانترستيشيال، الفيولر من غير ولا نودل ولا انترستيشيال. هم دول الثلاث انواع بتوعها. بس انا عشان ما لبش دماغك قبل الامتحانات بالذات، فانت خليك حافظ اللي انت ايه اللي انت عارفه، وانت ونصيبك على حسب اللي هيمتحنك بقى عارف انهي سكه من دول. طيب فاحنا هنا انا شايف، مالكش دعوه باللي انا شايفه، ان هنا في خطوط انترستيشيال شادوز. انترستيشيال شادوز if you can see ان في هنا اهوت ليمف نودز بالبلين اكس راي يبقى دوت ما you cannot see. ده حاله ودي حاله، دولت مش هتتابع بعض. دي عيان عنده لينف نودز وبعض اللينف نودز فيها كالسيوم، لكن يو دونت سي انترستيشال شادوز، وهنا شايف انترستيشال شادوز اند يو دونت سي لينف نودز. كويس، ما انتش مضطر خالص انك تقول ان دولت سيركويد الا اذا حصل كده. انت عندك هنا في هنا في الهايلم شادو كبير، في اللاترال فيو في اكسترا دنسيتي سوبر امبوزد اون ذا هايلم. فلما عملنا سي تي لقينا مالتيبل لينف نودز زي الكور دي وزي الكور دي وزي الكره اللي هنا والكره اللي هنا. خلاص كده؟ طيب يبقى انت دلوقتي انت عارف ان الساركويد ممكن يبقى نودز بس، وممكن يبقى نودز وريتيكيليشنز، وفي نوع ممكن يبقى نودز وريتيكيليشنز ونوديولز، وفي نوع الفيولر بوتش بس كده من غير ولا نودز ولا اي حاجه ثانيه. خلي بص كويس قوي على الليمف نودز ديت، دي الليمف نودز بتاعت الساركويد. خلاص، ايه العلامات اللي فيها؟ نمره واحد ان هما ديسكريت، يعني مش امالجاميتد مع بعض. نمره اتنين ان هما هوموجينس، يعني ما فيهمش ارياز او بريك داون، لان البريك داون بيجي دايما زي ما انت عارف في الحاجات اللي هي انفكتيف والحاجات الميتاستاتيك. والحاجه الثالثه في بعض الليمف نودز بتاعت الساركويد ما يشو كالسيوم، لكن ما هياش قاعده في الغالب. ان اف يو كان سي ان العيان ده هو عنده انترستيشن شادوز او حتى ما عندوش، مجرد ان المريض ده هو واحده ست وسيمتوم مشهور تقريبا جدا عندهم اللي هو الكحه، وتلاقي ليمف نودز كده. ان اف يو ار سبورتد باي ذا بريزنس اوف انترستيشن شادوز، ذن يو ار ديلينج ويز كيس اوف ساركويد.
واحنا عندنا مشكله بتتكرر تقريبا شبه يوميا. مش عارف اذا كنتوا انتوا حاسين ان السرقات هنا كتير ولا لا، لكن هو في مصر كتير جدا، السرقات منتشر بشكل غريب غريب غريب. فالقصه اللي انا بقولها لك دي بشوفها يعني بمعدل مره مثلا كل شهر، يجي حد واحده ست غالبا بتكون مرات حد من اللي هم اللي احنا عارفينهم اصحابنا او زمايلنا في الكليه، كحت كحتين، رايح هو ادالها انتي بايوتيك ما رضتش تخف، راح عمل لها شيست اكس راي طلع عندها بوتشه كده او خطين او اوباستي او اي حاجه، فقالوا له تعمل سي تي، راح اتعملت سي تي، لقوا لينف نودز، راح كاتبين لينفوما، راح قفل العياده وروح العيانين وابتدى يشوف المشكله بتاعت الست زوجته يعني وكده. ففي الاخر خالص بتطلع ان الحكايه سركويد وان هم كانت متشخصه غلط، لكن احنا عشان السركويد مش في دماغنا باستمرار بيبقى الليمفوما هي اقرب حاجه للموضوع. فطبعا عارفين انتم بنحل في كتير بس هو ما تعرفش ايه اللي بيحصل. يعني انا سالت بعض الناس اللي هي كتب التقرير لدكتور استاذ في الجامعه بنفس الطريقه، فبقول له انت مش متاكد ان هي ليمفوما، ليه تكتب ليمفوما؟ يقول انا اقول له الاول اسفت حاجه عشان لما تطلع بعد كده كويسه يتبسط. طب ما انت عقبال ما تطلع كويسه ممكن يكون مات، ممكن يكون جاب عياله من بره ويكون سحب فلوسه من البنك ويكون، وده بيحصل حقيقي ان هو اي واحد بيحس انه عنده كانسر او ليمفوما او كده بيبتدي يظبط الامور يعني. فده اللي بيحصل. المهم الديزيز الثاني اللي هو فيه ليمف نودز وهو الانفنجايتس. لو سمحت، نعم. الاختلافات ما بين الليمفوما والسرقوما اللي يمكن نلقوها، هل في السرقوما تكون سيمتريك؟ سرقويد. نعم. لا بطل. لا. كان زمان يقول لك كده، كان زمان. والكتب برضو كانت تكتب كده، يقول لك الليمفوما از اسيمتريك ويوجوالي يونيلاترال، وكانت بايلاترال يبقى اليمين اكبر بكتير قوي من الشمال. وان السركويد اسيمتريك ويز مينلي هايلر، لكن بعد السركويد ما بقى كتير، بقت كل الليمف نودز موجوده ايفن ان ذا بورتا هيباتس ان ذا ريترو بريتونيوم، وطلع بعد الليمف نودز فوك ليجنز ان ذا ليفر، يعني لدرجه ان هو تحلف عليه ان هو ليمفوم، وبعد ما تاخد منه بايوبسي يطلع سركويد. فالموضوع اللي هو بتاع زمان عشان كان مقصور بس على البلين اكس راي، فكان بقيه الحاجات التانيه كلها مش باينه. لكن بعد لما ابتدينا نعمل سي تي، يعني لو انت بصيت مثلا على الحاله ديت كده هتلاقي في هنا ليمف نودز اللي هي الحته بتاعت الهودجكن اللي كاتبينها في كل الكتب صح، وبالتالي كان ده على طول هايلر ليمف نودز وباراتراكيال ليمف نودز يبقى هودجكن ديزيز. لكن لا، السركويد بعد السي تي ان كان سي معظم الليمف نودز، وممكن يكون اسيمتريك مش لازم يكون الاثنين زي بعض بالظبط. نعم. نعم. لا انا رايي بقى انك انت لما تلاقي حاجه زي كده تكتب ميدياستاينال ليمفادينوباثي فور بايوبس بس، ولا تقول ده ليمفوما ولا تقول ده سركويد. وانس يو ار نوت شور ان ده هو واحد من الاثنين، عشان يفضل المريض مطمن الى حد ما لحد لما يعرف النتيجه الفاينل، لكن ما تكركبش عيشته كلها وتسود الدنيا في وشك. شفنا الحاجات بتاعت الكاركترستيك زي البيدنج بروكوفاسكولار بيدنج ولا سب فلورال ديود، يعني هذا اللي كاركترستيك بالظبط. ان اف يو سي سم فيتشرز سجستيف اوف سركويد ذن يو مي سي ذيس از سجستيف اوف سركويد. لكن لو كان الامور بالنسبه لك ملتبسه، يعني فلنفرض ان فيتشرز موجوده بس انت مش شايفها، خلاص ما تكتبش بقى. يعني دول وانا بقول لهم كده اكتب في التقرير كده ميدياستاينال ليمفادينوباثي فور بايوبسي، وعشان ما يجيلكش انت بالذات تعمل له البايوبسي لانها بتكون صعبه جدا، تقول فور ليمف نود بايوبسي عشان تبقى سيرجيكال بايوبسي ما تكونش سي تي جايد. معظم الليمف نودز زي ما انت شفت كده في الميدياستاينال كلهم بيكونوا قريبين جدا من الميجر فيسلز، واي همسه كده ولا كده هتلاقي الابره يا اما في البلمونري يا اما في الاورطه. وخلي بالك الابره في البلمونري مش زي الابره في الاورطه. ايه الفرق؟ يعني مين فيهم الافظع من الثاني؟ الابره
بالمونري طبعا في البالمونري 100%، لان البول بتاع البالمونري ارتري ما هواش بنفس القوه بتاعه الاورطه، فانت خلي بالك من الحكايه دي. طيب برضو من ضمن المعلومات اللي كانت عندنا ايام زمان ان الليمفانجايتس لازم يكون فيها ليمف نودز، وده دلوقتي برضو ما بقاش حقيقي. الليمفانجايتس كارسينوماتوزا عباره عن انترستيشال بالمونري اوباستيز، فيها ميزه عرفت تشوفها خير وبركه، ما عرفتش مش قضيه، لكن انت مش هتعرف تشخص الليمفانجايتس الا لما يكون في برايمري مالينجنس. يعني مش هتبص على الفيلم كده وتقول عليه الليمفانجايتس كارسينوماتوزا، هتبص على الفيلم وتقول انترستيشال لانج ايه ديزيز. وساعات علشان في كاركتر في الانترستيشال ده ان الخطوط بتاعته بتبقى بيدد يعني متحببه فيها نوديولز وكده، فممكن تقول عليه نوديولار ليش. فلو انت بصيت على الشيست ده كده هتقول عليه ايه؟ خطوط ولا بقع ولا نوديول؟ ريتيكل. خلاص ريتيكل. لو انت شفت ماشي اوكي، دي برضو ملحوظه مش بطاله. ريتيكولار ابييرنسز في عيان عنده برايمري مالجنسي ممكن على طول تشخص ان ده هو الليمفانجايتس كارسينوماتوز. ولكن في حاجه ثانيه بقى بتخليك تسبورت التشخيص ده، انك انت بعض الليجنز ديت بتكوليست توجذر وتعمل بالمونري نوديولز زي الميتاستاسيس بالظبط. ان اف يو سي ذيس نوديولز ذن يو ار ديلينج ويز مالجنانت باثولوجي اللي هو الليمفانجايتس كارسينوماتوز. يعني بص هنا الاسهم ده هي بتشاور على نوديولز، وهتلاقي الخطوط اللي ماشيه جوه اللنج متحببه. مثلا في العيان ده كده، دي عيان عندها بريست كانسر، وبعدين عملنا لها شيست اكس راي ده لقيت المنظر ده. المنظر دوت عباره عن ايه؟ خطوط وبقع، صح؟ ولا انت شايف؟ طيب ها حد ليه اقتراح تاني؟ سيبتال لاينز، وانا بقول خطوط وبقع. باتشز من غير خطوط، في خطوط. طيب الباتشز اكتر. اوكي نعمل سي تي، عملنا سي تي، ايه رايك؟ في اوكي في خطوط كتيره صح، وفي باتشز برضو او حاجات زي عامله زي الكور كده. عيان عندها راديكال ماستكتومي then you should suspect ان اللي انت شايفه دوت از مالجنت، يبقى الليمفانجايتس كارسينوماتوزا، والكور اللي انت شايفها از ريال ميتاستاتيك ديبوزيتس، وده هوت هيكون انفيوجن سواء كان مالجنت او مش مالجنت ما بتفرقش. يعني كان سي هنا هوت برضو تو بالمونري نودولز فيري امبرسيف ان هم يكونوا ميتاستاتيك ديبوزيتس، وبقيه الحاجات الثانيه عباره عن خطوط، والخطوط دهيت لو انت عامل لها هاي ريزوليوشن كويس ومكبر الصوره قوي هتلاقيها كلها زي ما تكون بيدد كده. بس برضو في الاخر خالص انت ما بتعتمدش على البيدنج عشان تقول دي ليمفانجايتس، انت بتعتمد على the presence of primary malignancy علشان تشخص بيه الايه الليمفانجايتس كارسينوماتوز. الخطوط اللي هنعتبرهم الجزء اللي ما شافوه هنعتبرهم كيرلي ايه ولا يعني ساعات لو انت شفتها في البلين اكس راي تقول عليها كده ساعات. العيانين اللي عندهم دراجز معينه او بياخدوا بعض الكيموثيرابي ماتيريال يعني وكده ممكن يجي لهم انترستيشال، وبعض الناس بيجي لهم الفيولر ديزيز. ان اكوردنج للدراج اللي هو اللي بيتاخد دولت بعض الدراجز اللي هي بتعمل انترستيشال ديزيز زي البليومايسين والبوسلفان والسيتوكسان. لكن في بعض الادويه الثانيه. المهم يعني انت لما يكون عيان عنده كده وانت عرفت من الهيستوري بتاعه ان هو is receiving one of the chemotherapeutic drugs ممكن تقول ان ده هو عنده drug induced interstitial lung disease. يبقى لو انت بصيت على، عشان ده كان الشارع الاولاني، لو انت بصيت على الشيست اكس راي وعرفت ان هو خطوط، او ما عرفتش وعملت له سي تي وطلع ان هو خطوط، عرفت ازاي توصف الايه الخطوط ديت وايه هم السبع ثمان سطور اللي انت هتكتبه. خلاص بعد كده ازاي تطلع واحد من الجماعه دول باي ذا كلينيكال هيستوري، اذا كان العيان عنده فيفر وكاف واكسبكتوريشن وكده then you are suspecting pneumonia and one of the interstitial pneumonias المعروفين اللي احنا ما نقدرش نديسكريمينيت ما بينهم بالاشعه.
ما كانش فيه كده وكان العيان is receiving drugs من اللي بتعمل interstitial lung disease يبقى دوت drug induced. ما كانش كده وكان العيان ديسنيك ومعرفش ايه وعنده cardiac troubles و يبقى دوت interstitial lung edema. كان واخد عنده history of irradiation قبل كده يبقى irradiation induced interstitial lung disease. كان عنده history of malignancy يبقى اللي انت شايفه lymphangitis carcinomatosa سواء كان معاها lymph nodes او ما كانش معاها. كان العيان السيمبتومز بتاعته بين البنين وعنده lymph nodes واضحه جدا في الهايلم وعنده interstitial lung disease يبقى sarcoid. ما كانش ولا واحد من دول كلهم يبقى fibrosis interstitial lung fibrosis. يبقى هي دي الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها في السكه الاولانيه. ننتقل بقى الى السكه الثانيه اللي هي اير سبيس فيلينج، يعني بطش، يعني شلت الهواء من الالفيولاي وحطيت مكانه ايه؟ حطيت مكانه حاجه عملت اوباستي اللي احنا قلنا عليها زمان الاير برونكوجرام. والاير برونكوجرام معناها بالمونري برينكيمال ديزيز الفيولار باثولوجي كونسوليديشن، ده اللي احنا عاوزين نتكلم عليه دلوقتي. انا قلت لك ان الجراوند جلاس فيلينج ممكن يمشي في سكه من سكتين، ممكن لو انت استنيت عليه شويه يروح يبقى انترستيشن، يعني يعمل خطوط في اللنج وتبتدي تشوف انه واحد في الانترستيشن اللي حصل، او ان هو يمشي الناحيه الثانيه فيروح عامل ايه، فيروح عامل الفيولار كونسوليديشن، ودي السكه اللي احنا نمشي فيها دلوقتي. طيب هل الجراوند جلاس بير سي ينفع يشخص بيه ديزيز؟ في الغالب بينفع بس مش عندنا احنا، لان دوت محتاج عيان يا اما يكون عنده ايد يا اما يكون عامل لونج ترانسبلانت. لو كان العيان عنده ايدز وعملت له سي تي والايد جراوند جلاس يبقى ده نوموسيستس كرانيوم اللي هي اشهر انفكتيف اورجانيزم لللونج في العيانين اللي عندهم ايدز. لو كان العيان عامل لونج ترانسبلانت ودوت في الغالب ما بيتعملش في المنطقه بتاعتنا خالص، يبقى والايد في اللنج اللي هي ترانسبلانتد دي جراوند جلاس فيلينج، يبقى تعرف حاجه من اتنين، يا اما ان هي از ريجكتد يعني مش هتكمل، يا اما ان هي انفكتد باي سايتوميجالو فيروس انكلوجن بوتس. يبقى الجراوند جلاس فيلينج في حد ذاته از نوت باثوجنومونيك لحاجه، ولكن لو بطريقه او باخرى شفته في واحد عنده ايدز يساوي نوموسيستس كرانيال، شفته في واحد عامل لانج ترانسبلانت يساوي التو بوسبيلتيز اللي انا قلت لك عليها. الكلينيشنز بقى اللي عندنا احنا في مصر عندهم اعتقاد، والاعتقاد ده قد يكون صحيح، يعني هم كلهم متفقين عليه. بيقول لك لو انت عملت سي تي الجراوند جلاس مش هتعرف تشوف في الاكس راي قوي، لو انت عملت سي تي لحد ولقيت عنده جراوند جلاس فيلينج تعرف ان هو هيجي له انترستيشال فايبروزز. ده رايهم، وهم عندهم كذا كذا ايفيدنس تو سبورت كده. وده واحد من العيانين، واحده عندها 27 سنه وعندها ديسنيا وكاف وعملت سي تي وطلع عندها الغبشات اللي انت شايفها دي. خلاص اند ريست اوف ذا اكزام والهاي ريزوليوشن وري لك فعلا ان هي شي از ديفلوبينج ان انترستيشال لانج ديزيز اللي هو فايبروس. طب ايه الفايده انك انت تقول كده؟ هم بيقولوا انك انت لو قلت لي ان this is ground glass failing انا هدي العيان على طول كورتيكوسترويدز علشان اوقف البروسيس بتاعه الديفلوبمنت اوف ذا فول بلون بيكتشر بتاعه الانترستيشال فايبروزس والاند ستيج لانج والكلام ده كله. ده معتقد عند المصريين، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. احنا طبعا ما بنقدرش نشوف المرضى دولت، يعني في معظم الاحيان ما بنشوفش الفول اب بتاعهم، وبالتالي ما بنعرفش هم بيتطوروا ازاي، لكن هم كلهم متفقين على كده، وانا ما اعتقدش ان هم ممكن يتفقوا على حاجه مش مظبوطه. نيجي بقى للكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت اللي هو الاير برونكوجرام، والاير برونكوجرام هو معناه ان this is pulmonary parenchymal lesion، pulmonary parenchymal lesion of alveolar nature، وهو consolidation، وزي ما احنا قلنا consolidation معناه واحد من خمسة، انك انت شلت الهواء وحطيت حاجة من الحاجات جوه الالفيولار، وده الابيرنس بتاع الالفيولار باثولوجي،
اللي هو بوتشه او بوتش وجواها الاير برونكوجرام اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه. ايه هم الخمسه اللي احنا اتفقنا عليهم؟ نمره واحد انك انت تحط ميه جوه الالفيولاي، ده يبقى عندك ايه بالمونري الفيولار اديم، او تحط الاكسوديت فيبقى فيه كل انواع النمونيات، او يكون بلاد يبقى هيموراجيك ديس اوردرز، او يكون تيومر سيلز فيبقى الفيولار سيل كارسينوما، او يكون بروتينز فيبقى الفيولار بروتينيوز. الحاجات اللي عليها نجمه خضراء نجمه صفراء ديت بتتشخص بالكلينيكال خلاص، والحاجه اللي عليها نجمه زرقاء ديت بتتشخص بالايمجينج، يعني ليها كاركترستيك ايمجينج فاين. اما اللي معلوش حاجه فدوت ولا بيتشخص بالايمجينج ولا بيتشخص بالكلينيكال، ده لازم له ايه بوينتس تايم. فاحنا هنيجي نشوف اول واحد فيهم اللي هو الالفيولار اديم. انت لما تبص على الشيست اكس راي ده عندك شك ان دوت بطش؟ انت طيب بس لك يا مي فسيب كل الناس اللي ها عندك شك ولا ما عندكش؟ بطش يعني باتش يعني بطش يعني ده نودولز؟ لا. ستراندز؟ لا. سيتس مليانه هواء؟ طيب الحمد لله يبقى بطش يعني خلاص. ما هو ما فيش سكه خمسه خلاص، ما فيش سكه خمسه، هم اربع سكات بس. طيب يبقى دوت ايه واحد من الخمسه اللي احنا قلنا عليه. انا كنت دايما اقول ان انك انت عشان تعرف الالفيولار اديما بيكون العيان دوت مش ماشي في الشارع، غالبا بيكون نايم في الانتنسيف كير ومركبين له الاي سي جي ليدز، وبعدين مصورينه فيلم سوباين والهارت كبير واللنج فيها الغباشه اللي انت شايفها. لكن طلع ان في عيانين عندهم الفيولار اديما ماشيين في الشارع عندنا في مصر. ف يبقى اذا ما هياش ساين انك انت تلاقي الليدز على صدره، لكن عندك ساين ثانيه ان دايما يو ريمبر ان النمونيا از بريفيرلي لوكيتد ليجن، لكن الاديما از سنترال باثولوجي. عشان كده يقول لك ان العينين عندهم الفيولار اديما بيبقى عندهم الوطواط باتس وينج، فيبقى الهارت هو الوطواط والاديما هي الجناحات بتاعته، ودايما الجناحات بتاعته ما تكونش قد بعض، لان الليمفاتيك درينج على الناحيه اليمين اضعف من الليمفاتيك درينج على الناحيه الشمال، وبالتالي بيكون الجناح اليمين اكبر من الجناح الشمال. لو انت عملت للعيان ده سي تي، وده ما بيحصلش تقريبا، لكن من الكتب هتلاقي المنظر ده، ان يو كان سي ذات ذا ليجنز ما هياش واصله للبلورا، في ما بينها وما بين البلورا مسافه، وطبعا انت محتاج جامد جدا ده كلينيك عشان تشخص. يعني يقول لك هو عيان ديسنك وبيطلع فروسي مش عارف ايه ونايمينه على سبع مخدات، يبقى عرفت ان هو ايه ان هو ايه. And these are two different examples للباتس وينج. واحد تقريبا ده زي ما انت شايف حتى في الحالتين ان الجناح اليمين غالبا اكبر من الايه من الجناح الشمال. And you can easily identify that these lesions are not peripherally located، ان هم داخلين لجوه وان فيهم مسافه ما بينهم وما بين الايه وما بين الشست وول. طيب تيجي بقى للعيانين اللي عندهم بالمونري هيمرج، ودولت في منهم اشكال والوان، لكن معظم الناس، وعشان برضو في ناس كانت بتتشغل معايا في الحاجات دي، كنت انا بقول ان الناس دي تشتكي من هيموتسيس، قالوا لي مش كلهم، قلت له اوكي معظم الناس بتشتكي من هيموتسيس لان عن عيانين اللي عندهم بالمونري هيمج. طيب لما انت تبص على الشيست اللي هناك ده ممكن يتهيألك ان ده جناح الوطواط، صح ولا لا؟ لا لا. ليه؟ لانه بريفر دي حاجه، والهارت كويس يعني ما هوش كبير دي حاجه ثانيه، وبعدين الكلينيكال بقى بتاع العيان ان هو عنده حاجه من اللي بتعمل الهيمورج جوه الجسم، وان هو بيكح دم، وان الفولو اب بتاع الليجنز ديت في حاجتين،
الحاجه الاولانيه انها ما بتقعدش في مكان، يعني بتتنقل فليتنج اوباستيز. الحاجه الثانيه انها بتكلير رابيدلي، يعني بتمشي بسرعه من غير تريتمنت، والعيان دوت ولا عنده فيفر ولا عنده كاف ولا عنده اكسبكتوريشن. خلاص، يبقى لما تبص على دي ليجنز كانت في الاول، وبعد كده بعدها بثلاث ايام ست ايام شهر بقى الواحد ابسولوتلي نور. يبقى when you can suspect ان العيان ده عنده pulmonary hemorrhage من الايه، من الكلينيكال ومن الايمجز ومن الفولو اب بتاعها. طيب افرض ان انت ما عندكش كل دوت زي ما بيحصل في الامتحانات، هتعمل ايه؟ هتقول على دي نيمونيا، صح ولا ايه؟ بريفيرلي لوكيتد ليجن وبوتاش وايه البروكوجرام وما اعرفش ايه والكلام ده كله. المفروض انك انت بقى الشخص اللي بيسالك في الامتحان هيقول لك طب ايه هو الديفرنشال دايجنوزس بتاع الكلام ده؟ اللي هو كل بوتش كبيره كده تبقى نمونيا؟ لا، في حاجات ثانيه زي ايه؟ ممكن يكون الفيولر ايديما. ايه اللي ما ينفعش هنا الفيولر ايديما؟ الهارت كويس والليجنز بريفيرلي لوكيتد. خلاص؟ طب ممكن يكون نمونيا. ايه اللي ما ينفعش يخليه نمونيا؟ العيان ما بيكحش، ما عندوش فيفر، ما عندوش ساينز اوف انفكشن، مش عارف ايه، وهكذا. خلاص، وهنيجي نشوف بقى بقيه الحاجات الثانيه. And this pulmonary hemorrhage في عيان عنده systemic lupus. And you can easily see ان الباتشز ديت مالهاش دعوه بالبريفري. They are not peripherally located. ودولت متجمعين معظمهم في وسط اللنج، فيهم اير برونكوجرام، و وجود الهيستوري اوف سيستميك لوبس هو اللي بيخليك تعرف ان ده واحد من الهيموراجيك بالمونري ديس اوبس. تيجي بقى لاعوص واحد فيهم اللي هو الالفيولار سيل كارسينوما. الالفيولار سيل كارسينوما كل الناس حاطه له علامات كتيره جدا، ولكن معظمها كلها ما هواش ليه قوه جامده. اشهر علامه فيه على الاطلاق اسمها سي تي انجيوجرام ساين، اللي هي اللي موجوده هنا. ان بيقول لك لما اللنج تبقى كونسوليديتد نتيجه الالفيولار سيل كارسينوما، then you can see the blood vessels على الباك جراوند بتاعه الكونسوليديتد لنج، بيسموها سي تي انجيوجرام ساين. وكل الناس، وزي ما انا كاتب كده، از ا نون سبيسيفيك ساين، يعني بتحصل في الليمفوما وبتحصل في ساعات في البلمونري ديما وتحصل في بعض انواع النمونيا، لكن هي الحقيقه مشهوره جدا في الالفيولار سيل كارسينوما. ليه؟ لان الكونسوليديشن هنا از مالجنان نيو بلاست، يعني ما هوش انفكشن، ما هوش ميه، ما هوش ده از يعني ايام زمان كان يقول لك الريد مش عارف هيباتايزيشن والجراي هيباتايزيشن، يعني اللنج بقت زي الليفر، بقت كلها كونسوليديتد مليانه بسوفت تيشوز مش مليانه بفلويدز. ف دي ما هي ساين جبار. وانت عارف من المره اللي فاتت قلت لك ان احد الابيرنسز بتاعه الالفيولار سيل كارسينوما في اللنج انك تلاقي نوديول او ماس وجواها اير برونكوجرام، صح؟ مش احنا قلنا هذا الكلام؟ طيب، لكن this is not the usual appearance. The usual appearance بتاع الالفيولار سيل كارسينوما دي النوديول اللي فيها اير برونكوجرام، وديت مش نمونيا لان دوت مدور كده. وقلت لك الثلاث احتمالات لكده: راوند نمونيا والفيولر سيل كارسينوما والبلمونري ليمفوما. طيب ده بقى المناظر بتاعه الالفيولر سيل كارسينوما. خليك انت في المنظر اللي الناحيه دي اللي هو على ايدك الشمال. ايه اللي انت شايفه؟ نوديولز، صح؟ طيب ماشي، كلنا متفقين this is nodules. وفي الرايت لانج بيز في زي ماس كده، والماس ديت هي عباره عن شويه من النوديولز اتلموا على بعض وعملوا كوبه كبيره. خلاص، يبقى this is one of the most important features في الالفيولار سيل كارسينوما، ان هي اتبريزنت باي مالتيبل نوديولز، and by time some of the nodules coalesce together to form masses. والماسز دهيت كلها موجوده في الالفيولاي، وعشان كده بيكون في ما بينهم اير برونكوجرام، وممكن تلاقي فيها اللي هو السي تي انجيوجرام ساين. لما تبص على الناحيه الثانيه، اي واحد هيبص على التشيست ده يقول ده نمونيا ولا يقول عليه ايه؟ نمونيا.
الليفت سايد ينفع يبقى نمونيا والرايت سايد مش راضي يبقى نمونيا صح؟ طب هتقول لي طب هو النمونيا بريفرال ليجن دي قرآن كريم؟ لا يعني ممكن يكون بريفرال ممكن يكون متحرف لجوه شويه صح؟ يبقى اذا هتلاقي انت دايما الالفيولار سيف كارسينوما تشبه الى حد بعيد لو هي بريزنتد بكده النمونيا وهتشخصها فعلا نمونيا وهتدي العيان علاج النمونيا وهتلاقيه مش راضي يخف في بقى في الكلينيكال بتاع العيان ده ان هو عنده حاجه اسمها برونكوريا يعني عمال يطلع من الشيست بتاعه كميه ضخمه جدا من السبيوتم اللي هو مش سبيوتم يعني مش فيزيت كده ولا لون اصفر وبتاع عامل زي الميه ميه لونها ابيض. بعض الناس بيقولوا ده از هيلبفول في التشخيص بس في الاخر خالص يو كان نوت سي ذيس از الفيولار سيل كارسينوما الا لو خدت منها ايه لو خدت منها بايوبس. في بقى ساين يعني انا اخترعتها وهي مش بطاله الحقيقه دي البلمونري نوديول اللي فيها ايه البروكوجرام زي ما احنا اتفقنا اللي هي بتحتمل ثلاث احتمالات يا اما راوند نمونيا يا اما ليمفوما يا اما الفيولار سيل كارسينوما. لو انت بصص هنا على السي تي دوت كده then you see على الليفت لانج ان في كونسوليديشن صح؟ والكونسوليديشن في اير برونكوجرام وفي سي تي انجيوجرام ساين صح؟ كويس. اللايت لانج فيها ايه؟ نوديولز صح؟ مش كده؟ فيها نوديولز. وانا قلت لك ان من المانيفستيشنز بتاعت الالفيولار سيل كارسينوما ان النوديولز تتلم على بعض وتعمل كونسوليديشنز او تعمل ماسز. Then this sign اللي انا يعني بشتغل عليها انك انت لما تلاقي ليجن كده اهوت في اللانج اللي الناحيه دي ده النمونيا واللي الناحيه ديت هو الالفيولار سيل كارسينوما. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كويس دي بس خلينا في الساين دي متاخر شويه. نمره واحد النمونيا is a peripherally located lesion صح كده؟ هنا هو معظم الليجنز ار نوت بريفرلي لوكيتد. نمره اثنين انك انت الرايت لانج في النمونيا ما فيهاش ليجنز خالص قصدي الليفت لانج. هنا هو الرايت لانج فيها ليجنز ثانيه بس مش زي الكونسوليديشن اللي موجود على الناحيه الشمال فيها نوديولز فانت على طول بتعرف ان النوديولز دي هي اللي على الناحيه الشمال اتلمت مع بعض وعملت الماسس دي يبقى ده مش نمونيا يبقى الفيولر سيل كارسينوما. لو كان العيان عنده بايلاترال نمونيا هتلاقي هنا هو البطشه وهتلاقي هنا هو البطشه برضه مش هتلاقي نوديولز صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب حاضر بص في الحاله ديت كده ده شيست اكس راي او سكانوجرام بتاع سي تي هنا في ليجن والليجن واضح تقريبا ان هو مش بريفرلي لوكيتد وهنا في شويه موديولز كده. انا لو بصيت على السي تي دوت كده هقول ان الناحيه دي ديت كونسوليديشن وهقول ان هو نمونيا ماشي؟ ادي انت تقول لي بس دوت ما ينفعش يكون نمونيا عشان معظمه مش بريفرلي لوكيتد اقول لك في حته منه بريفرلي لوكيتد وهنمشيها على كده. نيجي بقى لللانج الثانيه. اللانج التانية فيها نوديولز خلاص؟ النوديولز ديت في اعتقادي وفي اعتقاد كل الناس هي اللي على الناحية الشمال اتلمت على بعض وعملت الكونسوليديشن. يبقى النوديولز اللي على الناحية اليمين والكونسوليديشن على الناحية الشمال كله حاجة واحدة وهو الفيولر سيف كارسينوما. هنفرض إن العيان عنده بايلاترال نيمونيا يبقى لازم الليفت لانج يكون فيها بطشه والرايت لانج برضه يكون فيها بطشه لان النمونيا مش بتبريزنت باي نودولر كونسوليديشن صح؟ تمام؟ فديت دي بعض دي ساين طبعا لازم سنجل البروكال بار نفسها سنجل يعني في جهه واحده نعم لو الالفيولر سيل كارسينوما في ناحيه واحده بس يعني الرايت لانج از كلير ساعتها يو كان نوت ديفرنشيت ما بين النمونيا والالفيولار سيل كارسينوما ولا الانجيوجرام هيلفول لكن ينيد دلوقتي انك انت تاخد منها بايوبسي. معظم الليجنز في الالفيولار سيل كارسينوما جزء منهم على الاقل بيكون مش بريفرلي لوكيتد
مش زي النمونيا. النمونيا كلها حته واحده ناحيه ناحيه البريفري بتاعت الايه بتاعت المعده. تشخيص الادفيلر سيل كارسينوما في منتهى الصعوبه الا اذا كان عندك علامه من اثنين، كويس؟ العلامه الاولانيه انك تلاقي نوديول وفيها اير برونكوجرام، والعلامه الثانيه انك انت تلاقي الليفت لانج فيها كونسوليديشن والرايت لانج فيها نوديول او الايه او العكس. خلاص دول تقريبا ذا موست بروجنومونيك ساين. سيبك بقى من اللي هو السي تي انجيوجرام والكلام دوت، كل ده ما هوش مجدي قوي. نو يعني فيلر سيل كارسينوما از ديفيوز لانج ليج، بتبقى في كل، فانت يو هاف ذا تشانس تو سي ذا نوديولز انت سي ذا كونجلوميريشن اوف ذا نوديولز علشان تعمل الايه الكونسوليديشن. تيجي بقى الخامس واحد فيهم، وده اسهل واحد فيهم برغم ان هو كان باين ان هو اصعب واحد فيهم، لكن الالفيولر بروتونيوزس اسهل واحد فيهم على الاطلاق لانه مش محتاج كلينيكال وليه باثوجنومونيك ابييرنس في السي تي. فانت لما تبص على البلين اكس راي هتلاقي جناح الوطواط، صح؟ كانه بالمونري قديمه، مظبوط؟ لما تعمل بقى السي تي هتلاقي المنظر ده اللي هو اسمه ذا كريزي بيفنج ابييرنس. يعني ايه كريزي بيفنج ابييرنس؟ يعني الرصيف المكسور. يعني ايه الرصيف المكسور؟ الشارع ده عندكم منه؟ اكيد. كويس قوي. الشارع ده في مصر ما بيبقاش عامل كده، بيبقى فيه بلاط مخلوع وفيه بلاط سليم، خلاص؟ ايوه هو ده اسمه ذا كريزي بيفنج اللي هو ايه؟ والله كله؟ ما راحش اسكندريه هو، انا معظم البلاط ده موجود في اسكندريه مش موجود في ال ده. ف الكريزي بيفنج معناها ان بيفنج يعني رصيف، وكريزي يعني في حتت سليمه وحتت مش سليمه. فانت لما تيجي تبص على الصوره ديت كده، فين البلاط السليم؟ هو الاوباستيز اللي هي سداسيه الشكل اللي هو اللوبيول بتاع اللونج از اوبيك، والبلاط اللي هو المخلوع اللي هو اللونج السليم. فانت هتلاقي لونج از اوبيك ولونج سليم. ذا كريزي بيفنج ما هواش باثوجنومونيك للالفيولر بروتونيوز، لكن بيحصل في حاجات تانية كتير. لكن كل كتب لما تحط صورة تروح كاتبة تحتها الفيولر بروتونيوز. ولما انا استخدمت الساين ديت في التشخيص شخصت حالة وطلعت صح كده بالايه بالبايوبسي، وطلعت فعلا الفيولر بروتونيوز. يبقى لما انت تيجي تكبر اللوبيول بتاع اللنج هتلاقيه عامل كده، سداسيات سداسيات سداسيات، حاجات منها تبقى اوبيك وحاجات منها ما تبقاش اوبيك. يبقى هو ده ذا كريزي بيل. يبقى انت لما تبص على ده مش هو الهاني كوم، انا صح ولا اي حاجه تانية؟ لا ده تاني دواير، ده سداسيات، خلاص. فانت لما تبص كده هتلاقي فعلا لو انت يعني انا حاولت اكبر الصوره دي بقدر الامكان، then you can see this pattern which is classic اللي هو بتاع الايه بتاع الالفيولر بروتينيوز. يبقى انت عندك في الشارع رقم 2 خمسه possibilities، صح؟ الاولاني كان فيه 11 possibility، الثاني فيه خمسه اللي هم يا اما الفيولر ايديما، يا اما نمونيا، يا اما بالمونري هيموراجيك ديس اوردر، يا اما الفيولر سيل كارسينوما، يا اما الفيولر بروتينيوز. تيجي بقى في الشارع رقم 3 وده فيه خمسه برضو اللي هم الميلياري شادوز. الميلياري معناها ان في نوديولز صغيره كلها زي راس الدبوس او زي السمسمه، ودول وايدلي ديستريبيوتد ثرو ذا لانج. اشهر حاجه على الاطلاق هو الميلياري تي بي، وفي طبعا الميلياري ميتاستاسيز والشادوز بتاعت النوموكونيوزس، وساعات النوديولز بتاعت السركويد، وساعات الالفيولر سيل كارسينوما. اللي هو ايه اللي جاب الالفيولر هنا؟ الالفيولر سيل كارسينوما لما تعمل ميلياري شادوز، والميلياري شادوز تتلم مع بعض وتعمل نوديولز، والنوديولز تتلم مع بعض وتعمل كونسوليديشنز وماسز وكده. ففي وقت معين واحد من الديفرنشال دايجنوزس اوف ميلياري شادوز از الفيولر سيل كارسينوما. بس من حظك الشديد
ان ولا مره بتشوف الالفيولر سيل كارسينوما از ميليري شادوز فقط، لازم تلاقي شويه ملمومين على بعض وعاملين بتاع، وده الكلو. يعني انا كنت بقول محاضره في بلد وكده وقلت الساين ديت، وكان حاضر بعض الناس عجبتهم جدا، لان هم لقوا ان هم بيشوفوها فعلا فريكوينت، بس ما حدش كان يعني قادر يجمع الاثنين مع بعض. فعرضوا عليا ان انا اروح اقيم عندهم اسبوع واقعد افنن كتاب فيه كل الساينز اللي انا مخترعها، وهم بقى ياخدوه يطبعوه يعني كده ويوزعوه. بس من اين ياتي الاسبوع، هي دي المشكله. فربنا سهل ان شاء الله بعد لما المهم. يبقى انت عندك نوديولز وعندك خمسه بوسيبيليتيز وعاوز تجيب الايه الفرق ما بينهم. شايف انت الشيست اكس راي ده؟ شايفه؟ طيب ايه اللي جواه؟ اكيد ديفيوز. ايه ديفيوز؟ نوديولز. ما كل اللي احنا شغالين فيه ديفيوز نوديولز. حد معترض؟ حد معترض؟ طيب انا يعني لو انا مكانك هقول في باتش صح جنب على الناحيه اليمين، بس في نوديولز. الحل ايه؟ نعمل سي تي. وادي السي تي طلع ايه؟ نوديولز. بس كده، هي ديت يعني عندك هنا وايد سبريد بالمونري نوديولز ثرو اوت ذا لانج. طيب النوديولز زي ما احنا اتفقنا، اول واحده فيهم ميلياري تي بي خلاص. طيب لكن لو كان في ليمف نودز في البتاع في الميدياستاينم، فانت عندك تو بوسيبيليتيز خلاص، ان الليمف نودز دي تكون ميتاستاتيك والميلياري شادوز تكون ميتاستاتيك، وغالبا دوت بيبقى اوف ثايرويد اوريجين. لكن لو انت لقيت الليمف نودز هوموجينس وما فيهاش بريك داون وديسكريت، والعيان ما عندوش الكلينيكال بتاع المالجنسي، يبقى دوت السركويد. يعني كان سي ده عيان عنده 57 سنه وعنده ديسكريت ليمف نودز which are homogeneous throughout the mediastinum، and you can see numerous pulmonary nodules scattered throughout the lung. دلوقتي حتى في وصف السركويد بيقولوا ان النوديولز ار مور باثوجنومونيك عن الانترستيشال فاستس. يعني لما تلاقي ليمف نودز ونوديولز يبقى سركويد اكتر من انك انت تلاقي ليمف نودز وريتيكولار شادوز. طيب ده عيان عندها بريست كانسر، وده الشيست بتاعها، وفي شويه نوديولز كده سكاترد زي العيان بتاع الايوينج اللي انت شفتوه قبل كده. And you can see 300,000 pulmonary nodule impressive of metastatic deposit. لا هو مبين اصل دي مش شيست اكس راي، دي ديجيتال بتاعت السكان جرام بتاع السي تي. لكن هنا اهوت ان يو كان سي كل فيسس من دولت از ميتاستاتيك ديبوزيت، ان يو كان سي هاو ذا ديستريبيوشن اوف ذيس نوديولز. طبعا الفرق ما بين النوديولز بتاعت الميلياري تي بي والنوديولز بتاعت النوموكونيوزس، ان النوديولز بتاعت النوموكونيوزس عباره عن طوب او حجاره او رمل او سيليكا، يعني حاجات فيري دنس، وبالتالي ممكن من الهيستوري ان العينين دولت بيشتغلوا في المصانع اللي فيها الكول ماينرز والكلام دوت، ومن الشيست اكس راي ان النوديولز ار دنس، في حين ان النوديولز بتاعت الميلياري تي بي ار ايه؟ ار سوفت. كده هو رجع لورا كده طلع لقدام. Then you can see one of the classic appearances بتاعت الايه؟ النوموكونيوزس اللي هي اسمها بروجريسيف ماسيف فايبروز، ان النوديولز بتاعه النوموكونيوزس تتلم على بعض وتعمل ماسز، والماسز دي ليها كاركتر ثابته وما تعرفش تشخص من غيرها، اللي هي ان هم ماس تو ماسز كبار اون ايزر سايد اوف ذا ميديستاينم ان ذا ابر لانج زون. يعني هنا في الحته ديت كده تلاقي كبه الناحيه دي كده وكبه ثانيه الناحيه دي كده. هتقول لي ايه اللي عرفني ان ده بروجريسيف ماسيف فايبروزيس؟ ما ممكن دول يكونوا ميتاستاتيك ديبوزيتس كويس؟ other fibrotic changes. نعم؟ other fibrotic changes
نمره واحد فايبروتيك تشينجز ان ذا لونج، نمره اثنين شويه من النوديولز اللي لسه ما تلموش على الليجنز الكبار متسكاتر ثرو اوت ذا لونج، نمره ثلاثه ذا هيستوري اوف ذا بيشنت، نمره اربعه البريفيوس فيلمز ان هو كان عنده افلام قديمه وكان فيها نوموكونيوزس ونوديولز وبتاع، وبعدين الفيلم الجديد طلع عامل كده. واحنا عندنا في الامتحانات بتاعتنا بيعتبروا ان الصوره ديت سبوت دايجنوزس، يعني تخش في الامتحان تلاقي عندك شيست عامل كده، تروح كاتب على طول بروجريسيف ماسيف فايبروس. يعني هم شايف، انا برضو شايف كده ان دي ما تحتملش يعني يعني ما فيهاش ديفرنشال دايجنوزس جامد قوي. لو عملت سي تي بقى هتدخل في متاهه، لان النوديولز ديت ممكن يكون جواها ايريز اوف بريك داون او كافيتيز وكده، then you can see the remaining changes in the lung. السي تي ممكن يبقى صعب قوي، لكن الاكس راي هي اللي ممكن تبقى يعني تكاد تكون من السبوتنج. الاكس راي اللي انت شايفها انا شايف فيها نوديولز يعني صغيره قوي وريليتيفلي دنس، لكن if you don't see هذه النوديولز go to the CT scan then you can see miliary shadows اللي هم دولت، وفي الميدياستاينال ويندو you can still see the nodules، وده معناها ان النوديولز ديت are calcified او dense، وفي برضه في الهايلم calcified lymph nodes، وكل دوت يتمشى مع الايه؟ مع النوموكونيوزس او السيليكوزس او كول ماينر. ده ديزيز ملوش دعوه خالص بالنوموكونيوز، لكن يشبه لهم الى حد قريب اسمه الفيولار مايكروليسيزيس، وده معناها ان معظم الالفيولاي ار امبرجنيتد باي حاجات عامله زي الرمل فيري دنس كده، فلما تيجي تبص على السي تي ميدياستاينال ويندو تلاقي اللنج كلها بيضه من كتر الطوب اللي موجود جواه. ومن اعجب الحاجات ان العيانين دول ما بيشتكوش من اي حاجه خالص، يعني بيكون رايح يعمل شيست اكس راي عشان يسافر مثلا للسعوديه او ليبيا، وبعدين يكتشف ان هو كده، فيقعدوا بقى يسالوه يا مفيش، ما بيشتكيش من اي حاجه خالص. فلما تبص على الشيست اكس راي، الشيست اكس راي از اولسو يكاد يكون من السبوت كيسز، انك انت لو بصيت كده هتلاقي ان في بطش بيضه قوي 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 ان ذا لانج، وفي علامه قويه جدا في الموضوع ده انك انت يو سي ا بلاك لاين بتوين ذا لانج اند ذا ريبس which is the pleura. The pleura is not affected in this disease. وبالتالي هتلاقي اللنج بيضة والريبس بيضة والبلورا ما بينهم هي اللي لونها ايه؟ لونها اسود، فبيسموها the black pleura sign unaffected pleura between the lung and the ribs. وده اللي بيخليك تشوف ان اللنج اهي كل ديت مليانة طوب زي ما انت شايف كده. ومن العلامات التانية انك انت you cannot see the heart. ليه؟ لانه هو محصور ما بين بقعتين بيض، and you cannot see the cardiac shadow. طبعا لو عملت سي تي الموضوع بيبقى واضح جدا وما فيهوش مشاكل. ومن من الحاجات اللي انت تعرفها في السي تي ان حتت ممكن تبقى في اللنج heavily affected وحتت لا، وان ممكن في بعض الاحيان واحده من اللنجز تبقى اكتر بكتير جدا من الناحيه الثانيه. and you can see the fissure اللي هو اللي ماشي كده ده which is not affected and you can see the pleura the parietal pleura which is not a which is not affected. نعم خالص البتة يعني بيتنفس وطبيعي. نو this is idiopathic disease مش معروف سببه وليست له اي علاقه بالشغل في المصانع ولا في اي حته ثانيه. تبقى انت دلوقتي يبقى احنا خلصنا دلوقتي كام شارع؟ ثلاثة. الاولاني اللي هو الريتيكولر، وبعدين الثاني اللي هو الباتشز، وبعدين الثالث اللي هو نوديولا، بقينا رابع واحد اللي هو الايه؟ سيستيك باترن. سيستيك باترن زي ما احنا اتفقنا هو عبارة عن كور مليانة هواء في اللونج. And this pattern is not diagnosed by plain x-ray. This pattern يعني انت لما يتحط قصادك كده chest x-ray ما تقولش خالص ده cysts. ليه؟ لانه مش كده. ليه برضو؟ لان السيستيك باترن عبارة عن كور مليانة هواء في لانج مليانة هواء، يبقى انت هتشوف ايه في البلين اكس راي؟ ولا حاجة.
يبقى إذا لو أنت شايف ما يبدو لك على إن هو سيست في البلين إكس راي أند ذيس إز هاني كومب، إن هو ده اللي بيتشاف بس في البلين إكس راي لأن الوول بتاعه ثيك خلاص. أما السيستيك باترن إز نوت دايجنوزد باي بلين إكس راي على الإطلاق. هتقول لي طيب أمال أنا بعمل له سي تي ليه؟ علشان عملت بلين إكس راي فلقيت كده شادوز غريب، ما انتش عارف راسك من رجليك، يعني ادي الادي بتاع اهو الشيست اكس راي، شايف ايه انت؟ اقصى حاجه تقولها خطين ثلاثه اربعه صح؟ ولا ايه؟ مش ايه؟ شيست مش ظريف. لا خلي الكلام ده للاساتذه الله يخليك، يعني احنا عندنا طبعا في ان هم كبار القوم مش احنا يعني اللي هم اللي فوق، لما توري له مثلا حاجه كده اللي هي معفشه قوي وملهاش راس من رجلين يقول لك I am not happy of this film. طيب واحنا نعمل ايه التشخيص يعني؟ انت هابي او مش هابي مالناش دعوه، بس ايه التشخيص يعني؟ فهو بقى متقمص الشخصيه دي يقول لك ده سيستم الظريف، طب ان شاء الله وبعدين ايه التشخيص؟ ماشي. ف احنا هنمشي على القواعد بتاعتنا، ادي بلين اكس راي وانت بصيت عليه كده عاوز تقول ده ديفيوز لانج ديزيز ولا فوكر لانج ديزيز؟ ولا ديفيوز ولا فوكر؟ ديفيوز خلاص، ديفيوز لانج ديزيز. انهي واحد في الاربعه؟ السيستك خلاص اردم عليه، ما ينفعش تشخصه من البلين اكس راي خلاص؟ يبقى يا ريتيكولار يا نوديولار يا باتشي، تختار ايه؟ فين ولا واحد من الثلاثة؟ نعم؟ يعني أنا شخصيا شايف إن في شوية خطوط، اللي أنت شايفه قول عليه، في باتشز وفي نوديولز وفي خطوط، هنعمل إيه؟ سي تي، بس عملنا سي تي طلع كور مليان هوا. يبقى إحنا دلوقتي بنتعامل مع سيستيك باترن. السيستيك باترن فيه ستة، واحد ما بيتشخص والباقي كله بيتشخص، اللي هم الهيستيوسايتوزس بيتشخص، الليمفانجيولاي مايماتوزس بيتشخص، الليمفوسيتيك نمونيا لا، انفيزيما اه، سيستيك برونكيكسس اه، تيوبروس سكليروسس اه. خلاص؟ لان الليمفوسيتيك نمونيا ملهاش سبيسيفيك كاركتر، بتطلع بعد كده من التحاليل ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن الباقيين ليهم سبيسيفيك كاركتر. طيب الديزيز دوت عباره عن ايه؟ عبارة عن كور مليانة هواء scattered throughout the lung، كلهم بيعملوا كده، بس ازاي نطلع واحد من التاني؟ نبتدي الأول بالهيستيوسايتوز. شايف أنت إيه في البلين إكس راي؟ أي حد لو أنا بمتحن وأي حد قال لي أنا شايف سيست في البلين إكس راي هسقطها على طول. عشان بقى إيه نخلص من الموضوع دوت. طيب. شيست اكس راي، شايف ايه في الشيست اكس راي؟ شايف هارت. كويس. طيب بص بقى الصوره ديت، الصوره دي هي بتاعت الليستيوسايتوز، ولا واحده تاني في اللي باقيين بتشبه لها خالص. ايه هو الليستيوسايتوز ده؟ عباره عن مالتيبل سيست ان ذا لانج. كويس. والسيست دول سايزابل، يعني ما هماش صغيرين، كبار وممكن ما يكونوش قد بعض، يعني في حاجات كبيره وفي حاجات اصغر شويه سكاتر ثرو اوت ذا لانج. بعض من السيست زيت ممكن على الحرف بتاعه يكون في نوديول، نوديول في السيست، قد تكون البلاد فيسل وقد لا تكون، بس المهم ممكن يكون في نوديولز وممكن ما يكونش فيه. ده اللي هو الايه؟ الهيستيوسايتوز. ده منظر تاني للهيستيوسايتوز، لدرجه انك انت لو حد جاب لك سي تي زي ده، انت عارف ان الليستيوسايتوزس بتأفكت العظم وبتأفكت اللانج وبتأفكت حتت كتير. ال ده از مور باثوبنومونيك عن الليجنز اللي في العظم، يعني لما تبص على التشيست ده وتلاقي الكور دهيت مليانه هواء وتلاقي بون ليجن تقول ده هيستوسايتوزس عشان اللي في اللانج هيستوسايتوزس، مش العكس، مش العكس. ماشي. فالمنظر اللي انت شايفه دوت يكاد يكون باثوبنومونيك، اول ما تشوفه تقول this is histiocytosis of the lung. خلاص. طيب التاني بقى مختلف عنه تماما، السيس اللي فيه اول حاجه كتار جدا
يعني مش سايبين ولا حته فاضيه في اللون. تاني حاجه اصغر في الحجم، تالت حاجه الوول بتاعهم ارفع بكتير قوي من التاني. خلاص طيب، في بقى حاجه مهمه جدا، ان ده ما بيجيش الا في الستات بس، يعني لو كان دوت راجل تصرف النظر عن الايه، عن التشخيص. يبقى الليمفانجيولايو مايوميتوزيس عباره عن ديزيز بيأفكت السموز ماسلز لايو ان ذا وول اوف ذا برونكاي، ويؤدي الى ان البرونكس تبقى ضيقه، فالهواء يخش وما يعرفش يرجع، فتبتدي تحصل كور 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 مليانه هواء او اير ترابد ان ذا لانج. اند ذيس ديزيز از فيري كاركترستيك، ما بيجيش في الرجاله خالص، وبيجي في الستات اللي هم في المرحله الانجابيه بتاعتهم، يعني السن اللي انتم شايفينه دوت، والسيتس بتبقى ان ذيس رينج، وما فيش هنا هوت بقى نوديولز زي التاني، ولانه في ليمفاتيك اليمنت فممكن يعمل كايلاس افيوجن. لكن this is the classic appearance of lymphangioleiomyomatosis. انت تبص على الشيست كده تلاقي كور كتير جدا 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 مليانه هواء، والكور ديت صغيره نوعا ما في الحجم، الوول بتاعها is very thin involving almost totally the lung parenchyma. And can you see A في البلين اكس راي؟ صح، يبقى اقصى حاجه هتقولها في البلين اكس راي ان ايه، في ريتيكولار باتر اللي هي cannot say by any means ان اللي موجود في البلين اكس راي ده سيستيك لانج ديزيز. خلاص لازم تبقى متاكد قوي من هذا الموضوع. طيب، and this is lymphangioleiomyomatosis، وواحد من البتوع فرقع وعمل نوموثوراكس which is موجود في كل السيستيك ليجنز في الهيستيو برضو، ممكن تفرقع وتعمل كده، لكن الانسيدنس هنا اعلى، وهناك ما بيجيش كايلوثوراكس، لكن في الليمفانجيو بيجي كايلوثوراكس، والليمفانجيو بتيجي في الستات، والهيستيوسايتوزس بتيجي في كله، في الستات وفي الرجال. الامفيزيما طبعا ما حدش هيختلف عليها في التشخيص، ان هي في البلين اكس راي هايبر انفليتد تشيست لو فلات دايفرام ريبون شيب هارت وايدنينج اوف ذا ريترو ستيرنر اند ريترو كارديك سبيسز. مش كلكم حافظين هذا الكلام؟ برومننت فاسكولار شادوز بريفرال اتنيويشن اوف ذا فاسكولار ماركس. تمام كده؟ طيب، اما تيجي بقى في الايه، في السيتي، ايه اللي انت شايفه في السيتي؟ اللي انت شايفه في السيتي سيست مليانه هواء، صح كده؟ انت عندك نوعين اساسيين من الانفيزيما، اللي هو ذا سنترال لوبيلر والباراسيبتال. السنترال لوبيلر انفيزيما عباره عن كور مليانه هواء في وسط الايه؟ في وسط اللنج. لكن الثاني which is more common اللي هو الباراسيبتال، هي عباره عن كور مليانه هواء على البريفري بتاعه الايه؟ بتاعه اللنج. لو انت عاوز تشخص دوت حاجه غير الانفيزيما تشخصه ايه؟ لينفانجيو، صح كده؟ هتشخصه لينفانجيو لاي مايا ماتوز. طيب، امتى تقول ده مش لينفانجيو؟ لو كان في راجل، ماشي؟ امتى تقول برضو ده لينفانجيو؟ لو كان في سيستس تانية على البلورال سيرفس، اللي هم بيبقى ميكشر الاثنين من بعض، وفي كل الاحيان بتاعت الانفيزيما بيكون في كده، انك انت تلاقي سيستس تانية سب بلورال ان لوكيشن، مترصصين. بص اللينفانجيو اهي، ولا واحد فيهم هتلاقيه تحت البلورز، خلاص؟ لكن التاني ده هتلاقي دايما في باراسيبتال انفيزيما، هتلاقي سيس تانية مترصصة على الايه؟ على البلورز. يبقى لو افترضنا ان الانفيزيما ده كان في واحدة ست، يبقى انت هتعرف ان ده انفيزيما مش لمفانجيو، بايه؟ بالسبلورال. انتهى. And this is the classic paraseptal emphysema، اللي هو انك انت بتلاقي الانفيزيمتس بولي كلهم مترصصين على البلورال سيرفيس، وتقريبا اللنج ما فيهاش، والنوع الثاني اللي هو الاثنين بيبقوا ميكسد مع بعض، انك انت تلاقي حاجات في نص اللنج وحاجات على البريفري بتاعه اللنج. ده بقى ديزيز انا اتعلمته من الجماعه بتوع الامراض الصدريه، وهو مختلف تماما عن الانفيزيما. واحنا انا شخصيا كنت لما اشوف سي تي زي ده بكتب عليه انفيزيما ومالتيبل بولي وما اعرفش ايه، هم قالوا لي لا، ده حاجه اسمها بولس لانج ديزيز او فانيشنج لانج سندروم. بيبقى عباره عن ايه البتاع دوت؟ بيبقى
تقريبا ما فيش لانج، كل اللانج تيشو تحول الى كور كبيره جدا مليانه هواء، وده ليه علاقه قويه جدا بالتدخين، وبيبقى موجود في سن صغير، غير العيانه دي عندها 50 سنه او العيان ده عنده 50 سنه، لكن هو بيبقى اصغر من كده، وتقريبا ما بتلاقيش ولا حته سليمه في اللانج، تلاقي كل لانج عباره عن كور كبيره قوي مليانه هواء. دوت اسمه بولز. نعم تبقى زي دي. طيب كويس. بان اساينا اللي هي بان لو اسمها بان لوبيلر ولا بان اساينا؟ طيب بغض النظر عن انه بان فيهم، لكن المهم بان ما فيهاش ولا لانج تيشو. طيب يمكن هو ده اسمه اتغير ريسنتلي بقى اسمه بولس لانج ديزيز احتمال، لان هم يعني انا كنت دايما اقول على ده انفيزيما، هم قالوا لي لا ده اسمه بولس لانج ديزيز او فانشنج لانج سيندروم او برايمري بولس ديزيز، مش دعوه خالص بالانفيزيما. التيوبرس سكليروزس زي ما انتم عارفين ليه مانيفستيشنز في البرين، اللي هو واحد عنده انتركرينيال كالسيفيكيشن وعنده كوتينيوس تيوبرز، وممكن يجي له جانت سيل استروسايتوما، وعنده مانيفستيشنز ثانيه في بقيه السيستمز. ففي اللانج بيبقى فيه سيستس زي الليمفانجيو بالظبط، السيستس اللي موجوده في اللانج بتبقى قريبه جدا من الليمفانجيو مايوماتوز، لكن بيخليني اعرف ان ده هو تيوبرس سكليروزس ذا كلينيكال ابييرنس اند ذا بريزنس اوف انجيومايلايبوماز ان ذا ليفر او في الكيدني. فسواء في الكيدني او في الليفر في فات كونتيننج فوكال ليجنز، يبقى دولت انجيومايلايبوماز، ان يو كان سيفلي ان اللي في اللنج دوت عباره عن ايه؟ عن تيوبرس سكليروزس. وطبعا لو كان ميل، وانت عارف ان الليمفانجيو ما بيجيش في الميلز وكده، فاني كان يو كان ايه ريتش ذا دايجنوس. سيستيك برونكيتسز، انك انت بتلاقي كور مليانه هواء زي اللي هناك دي، ايه اللي بيخليك تقول دولت مش اي واحد من اللي فاتوا؟ ان هم ديستريبيوتد على البرونكيال ديستريبيوشن، يعني ماشيين مع البرونكيال تري. واللي اهم من كده بقى وجود واحده من البرونكاي سيلندريكال دايليتد، اللي هي بنشاور عليها بالسهم، انك انت شايف واحده سيلندر والباقي سيستيك، فبتعرف ان دول كلهم تبع بعض، فبتعرف ان ديت عباره عن ايه؟ سيستيك برونكيتس. فلو انت لقيت سيستيك تشينجز بتعرف ان دولت برونكيتس باي ذا بريزنس اوف اذر تايبس اوف برونكيتس ثرو اوت ذا لانج. ودايما السيستيك برونكيتس الحقيقه ما بيكونش ديفيوز، يعني في حتت فيها بتبقى افكتد وفي حتت ما بتبقاش افكتد. زي العيان دوت كده عنده مثلا سيستيك برونكيتس هنا وسيستيك برونكيتس هنا وهنا وهنا، وانت بقى عشان عارف السيجمنتال اناتومي كويس قوي فهتقول لي السيستيك برونكيتس ده في انهي سيجمنت؟ posterior segment of the right upper lobe. كويس قوي. وهذا يعني طيب superior segment of the lingula, anterior segment of the lower lobe, lateral segment of the lower lobe, posterior segment of the lower lobe. ما يعني طيب خلاص القول بقى، انت دلوقتي عملت اكس راي فعرفت ان ده ديفيوز لانج ديزيز خلاص، وبعدين ما عرفتش انه واحد فيهم، هل هو ريتيكولار ولا كونسوليديشن يعني الفيولر ولا نوديولر ولا سيستيك، فرحت عامل سي تي فطلع لك واحد من الايه؟ من الاربعه. لو كان ريتيكولر يبقى التصريف فيه زي ما احنا اتفقنا ان هو ايه؟
ان الانترستيشن اوباسيتيز بريفيرال واسوشيتد ويز انفلاماتوري ساينز وكاف اكسبكتوريشن وفيفر يو ار ديلينج ويز انترستيشن نموني. العيان بياخد دراجز يبقى دراج انديوسد. العيان عنده كولاجين ديزيز زي سيستميك لوبس بولي ارترايتس نودوزا روماتويد ارترايتس يبقى كولاجين ريليتد كولاجين ريليتد انترستيشن لانج ديزيز. العيان عنده كاردياك ترابلز يبقى انترستيشن نموني. العيان عنده ليمف نودز يبقى ساركويد. العيان عنده برايمري ميليجنسي يبقى ليمفانجايتس كارسيوماتوز. العيان ما عندوش ولا حاجه من دول يبقى انترستيشن فايبروز. خلاص يبقى هم دولت البتوع ازاي تتمشى فيهم ماي ذا هيستوري history of drugs or previous irradiation by examination the presence of collagen disease or the presence of cardiac troubles the presence of mediastinal lymph nodes may suggest the possibility of sarcoid and lymphangitis. الحاجات الالفيولر اللي هم الخمس حاجات التلاتة بيتحلوا بالكلينيكال اللي هو الإديمة والنمونيا والهيموريج. واحد بيتحل بالإيميجينج اللي هو الالفيولر بروتينيوزس عن طريق الكريزي بيفينج. والثالث بتستعين بقى بالله الاول وبعدين تستعين ببعض الايه الصفات الاخرى ك من الكلينيكال البرونكوريا من الايميجنج النوديولز اللي بالكواليسنج مع بعض علشان تعمل ماسز او نوديول وفيها اير برونكوجرام علشان تشخص بيها الالفيولار سيل كارسينوم. الميلياري باترن هم كانوا ثلاثه بس احنا زودنا عليهم الاثنين اللي بعد كده اللي هم الميلياري شادوز اوف الفيلر سيل كارسينوما ان ميلياري شادوز بتاعت الايه بتاعت السركويد. وريت لك ليهم الاكزامبلز بتاعتهم وعشان تفرق ما بينهم بالهيستوري يا اما في بيشتغل في المصانع فبتشخص نيموكونيوزس اند اولسو باي ذا دنسيتي اوف ذا نوديولز يا اما العيان عنده برايمري مالجنسي فتعرف ان الميلياري دولت هم بتوع الميتاستاسيس أو بالdensity and the size of the nodules لو كانت soft يبقى ميلياري تي بي لو كانت dense يبقى نوموكونيوزيس أو the presence of other suggestive findings زي ال bilateral progressive massive fibrosis أو إنك أنت شايف ميلياري شادوز وشايف osteolytic lesions في الريبس وشايف focal lesions في الليفر يبقى أنت you are dealing with a metastatic deposits. السيستيك باترن دوت اشهر واحد فيهم على الاطلاق which is pathognomonic of histiocytosis والباقيين you may have the clinical picture بتاعت tuberous sclerosis او الامفيزيما ومن الايميجنج الهيستيوسايتوزيس اللي هو ده الليمفانجيو اللي هو ده السيستيك برونكيتس by the presence of traction bronchi والامفيزيما by the presence of peripheral located emphysematous bulli مع the centrally located emphysematous changes هذا ولله التوفيق.